مساء الخير، يسعد اوقاتكم بكل خير. اهلا وسهلا، انا اسمي فراس النمري من الاردن، اعلامي وصحفي، تخصصت برياضه السيارات. الله بحبني انه قدرت اعمل من هوايتي مهنتي ووظيفتي. ما بحس حالي اني بشتغل، لانه بحس حالي بعطله طويله وبقوم بالشيء اللي انا بحبه والقريب على قلبي. القصة ابتدأت مثل قصة أي طفل. وقتنا لا كان فيه إنترنت وما كان فيها العصر الفضائيات، كانت الحياة أبسط. فكان أي طفل لما يولد، إذا كان ولد كانوا يعطوه سيارة، إذا بنت يعطوها لعبة أو يعطوها عروس يعني. فأنا يعني انجذبت من أنا صغير للسيارات، كنت أحب السيارات، كنت حتى أعرف أنواع السيارات الصغار، أميزهم، أميز أصوات السيارات، إنه هاي السيارة نوعها فلان وهي السيارة من الماركة الفلانية. بس ما كنت عارف أنا هالحب هذا اللي عندي للسيارات إني كيف أقدر أترجمه على إشي ملموس. بس كنت أحب ألعب بالسيارات، وين ما أروح حتى على المدرسة دائما أخذ معي السيارات الصغار، عايش بهالعالم تبعي اللي هو كلياته عبارة عن سيارات. ليوم من الأيام طبعا أنا كنت أحب أقرأ المجلات المصورة مثل ميكي ماوس وباتمان إلى آخره. رحت على المكتبة كانت جنب بيت جدي، رايح أشتري مجلة ميكي ماوس، وإذ بلاقي مجلة إلها علاقة بالسيارات. لا شعوريا مسكت هالمجلة هاي، اشتريتها طبعا، وكان عمري 10 سنين، وتغيرت حياتي رأسا على عقب. يعني لقيت، وجدت الشيء اللي أنا بدي إياه، بلشت أوجد نفسي بهالعالم هاد. صرت أقرأ المجلة من الغلاف للغلاف، حتى أخذ المجلة معي على المدرسة وأحكي لأصحابي في المدرسة سمعولي. كنت حافظ حتى الصفحة، كلام الصورة، المعلومات كلها. وبلشت أدخل أكثر أكثر بهذا الجو، لحد يوم من الأيام كانت إحنا عندنا فترة في الأردن سباقات السيارات ما كانت تنظم. لحد ما أنا يوم من الأيام رحت حضرت سباق، يعني الشيء اللي كنت أقرأه شفته على أرض الواقع، اندمجت أكثر بالموضوع. وكنت حتى كل اللي عم بسابه كنت أعرفهم، لأنه كنت أقرأ عنهم، يعني حاسس أني بعرفهم من فترة طويلة. حسيت أنه هذا الشيء اللي أنا بدي إياه، أنه هذا العالم هو العالم اللي أنا بحبه. وتطورت الأمور ليوم من الأيام. طبعاً بعد هذا السباق بالعام 1986، كنت لسه سنة أولى في الجامعة، رحت أحضر سباق رالي في الأردن، وأخذت معي كاميرا، يعني حتى الكاميرا بدائية يعني. ولحسن الحظ أنه هذاك الرالي كان بداية دخولي بمجال الإعلام والصحافة. الرالي كان أيضاً رالي مهم على صعيد تاريخ رياضة السيارات في الأردن والمنطقة. كان أول رالي بيشهد تأسيس فريق الملكي للراليات في الأردن. كان في سائق موهوب ومغمور اسمه الشاب الأمير عبد الله بن الحسين، اللي أصبح فيما بعد ملك الأردن، كان عم بيشارك، وهو ربح وقتها السباق. فالمهم أنا يعني قد ما كنت أقرأ مجلات سيارات، وكان طول عمري حلمي أنه يكون لي يعني زي موطئ قدم، أو يكون لي موضوع أو علاقة بهالمجال هاد. كتبت عن الرالي وكتبت وصورته بهالكاميرا البدائيه، وبعثته على مجله فرنسا، مش المجله اللي كنت اقراها من انا صغير، لانه كان عندهم مراسل بالاردن، مع انه انا حلمي كان اني اشتغل فيها. اتصل رئيس التحرير المجله، كان مقرها في باريس مع الوالده، وكان مفكرني كبير بالعمر، لانه الطريقه اللي بكتب فيها قد ما انا متاثر بالكتابات الكتاب الكبار. ما كان عارف اني لسه جديد انا وسنه اولى في الجامعه. وتم تعييني كمراسل للمجله بالأردن، وهي كانت بداية خطواتي الأولى. يعني أنا كنت بالجامعة صح ما عم بدرس صحافة، لأنه ما كان في صحافة بالجامعة الأردنية في ذلك الوقت، كانت الصحافة بجامعة تانية. بس دخلت ودرست شيء تاني مختلف عن اللي أنا كنت بدي إياه. وتطورت الأمور بعدها. طبعا بالسنة التالية تواصلوا معي نادي السيارات الملكي الأردني، اشتغلت معهم كمسؤول إعلامي. بعدها طورت الأمور أكثر فأكثر، لدرجة أنه المجلة اللي أنا كنت أقرأها أجوا المعنيين عنها لتغطية أحد الأحداث في الأردن، وأنا كنت المسؤول الإعلامي في ذلك الوقت، كنت أصغر مع مسؤول إعلامي في نادي السيارات الملكي. اتقابلوا معي وحكوا لي أنه فراس، إحنا المسؤول الإعلامي عنا ترك، وحبينك تصير أنت المسؤول الإعلامي تبع المجلة في الأردن. وهي كانت كمان بداية تانية للموضوع.